واقعنا اليوم هو انعكاس لطموحات قيادتنا وإنجازات أبائنا وأجدادنا. أهلنا أنجزوا في كل قطاع، منهم من امتهن الصيد والغوص، ومنهم من عمل في الأسواق، ومنهم المعلم والجندي والمهندس والطبيب والموظف، والأم اللي سلحت الأجيال بأسمى القيم. مهما كانت التحديات أنجزوا واتحدوا لتحويل الأحلام إلى واقع. في كل بيت هناك من أنجز واجتهد لبناء المستقبل. محركات البحث لا تكفي الوصول إلى قصصهم، نحن بحاجة لكم، إلى كل شاب وشابة، لنعمل معا في المؤسسة الاتحادية للشباب على تدوين قصص ونجاحات أهلنا من خلال فيديو أو مقال أو حتى تسجيل صوتي، لنوثق معا أجمل ما في 50 الأولى، أحلام وإنجازات الحالمون الأوائل.